الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الرحمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي، نكمل درسنا من الدرس الثاني عشر. وقفنا عند أبو عند الشيخ من؟ الشيخ صاحب، تفضل شيخ صاحب تفضل، وأنت في مكانك ليست هناك مشكلة. أب حمزة ضمة، حمزة ضمة أبًا، احنا أبًا أبًا السط في السطر الثاني أبًا أبًا أو أبًا شيخ لا أبًا أبًا نعم هذه حمزة وقفنا عند هذه نعم. حمزة فتحة ب شدة أب بفتحة بن أبًا نعم حمزة فتحة ب شدة أب بفتحة بكسرة بن أبًا أحسنت حمزة فتحة ب شدة أب بضمة بن با ضمة بن با ضمة بن حمزة 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 فتحة شدة أب با ضمة بن أب بن شكرا لك وفتح الله عليك. الشيخ إدريس تفضل. الشيخ إدريس قرأ؟ نعم. ها؟ الشيخ أحمد أنت قرأت؟ لا الشيخ إدريس. نمشي بالترتيب إن شاء الله. حمزة كسرة با شدة إب با فتحة بن إبن أحسنت حمزة كسرة با شدة إب با ش با ف با كسرة بن إبن نعم حمزة كسرة حمزة كسرة با شدة إب با با فتحة با ضمة بن ابن 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 شكرا. الشيخ عثمان ابن نحن وصلنا عند ابن حمزه ضمه همزه همزه ضمه ب شد اب ب ب فتحتين بن با فتحتين بن أبن نعم حمزة حمزة ضمة با شدة أب با كسرتين بن أبن أحسنت حمزة حمزة ضمة با شدة أب با ضمة بن بن با با ضم ضم با ضمة بن با ضمة بن با ضمة بن أبن نعم فتح الله عليك. الشيخ مع التاء، نحن الآن مع التاء. حمزة فتحة تاء حمزة فتحة تاء شدة أت 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 ما في همس، نحن ما زلنا في نصف الحرف. أت. نصف الحرف. أت. أت. ما فيها ليست أت خطأ. أت. أت. نصف الحرف. أت. نعم. أكمل. حمزة فتحة حمزة فتحة تا شدة أت. نعم. تا تا فتحة تا أت تا. حمزة فتح حمزة فتحة تاء حمزة فتحة تاء شدة أت نعم تاء كسرة تي أتي نعم حمزة حمزة فتحة تاء حمزة فتحة تاء شدة أت نعم تاء تاء ضمة أتو شكرا. هات الصفحة التالية لو تسمح. بارك الله فيك.
Hamzah kasrah ta. Hamzah kasrah ta syadda it. Ta fathah ta it ta. Naam. Hamzah kasrah ta syadda it. Ta kasrati itti. Hamzah kasrah ta syadda it. Dhammatu. إيش إيش؟ لا ضمت إتو. متى تسبق الحركة الحرف يا شيخ؟ ضمت تصح؟ إتو. شكرا ممتاز. أشكرك جزاك الله خيرا. نعم. تعطي للشيخ علي لو سمحت. بسم الله. يا شيخ علي تفضل. همزة ضمت شدة أوت. همزة ضمه. همزة ضمت. ضمه. ضمه. أي نعم. همزة ضمت شدة أوت. نعم. تا فتة. تا فتة تا. أوت تا. أوت تا. أوت تا. نعم. همزة ضمت شدة أوت. نعم. تا كسرة. Kasrati uti. Hamzah domata syadda ut. Ta domatu utu. Alladhi ba'da bisur'ah. Syekh Muhammad al-Tayyib. همزة فتحة شداءت تا كسرة تن تا فتحة تن أتن. نعم. همزة فتحة شداءت تا كسرة تن أتن. نعم. همزة فتحة شداءت. لا أت. أت. ما في همس، ما في نفس. همزة شدة. همزة فتحة شدة أت. تا ضمة تن أت. تا ضمة تن أت. شكرا شكرا جزاك الله خير يا شيخ محمد. تفضل الشيخ سحنون صاحب المدونة. تفضل. حمزة كسرة شدة إت. لا لا قلت دون همس. إت 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 إت. نعم. تا كسرة تن إتن. في أين كسرتين يا أستاذي؟ تا فتحتين تن إتن. لا لا أنت جئت بالثانية لا بأس، هات الأولى. الغرض أن تقرأ قراءة صحيحة. حمزة كسرة شدة إت. تا كسرة تا فتحة إتن. تا كسرة تا فتحة إتن. تا فتحة إيش يا أخي؟ تا فتحة إتن. يا أخي تن يا أخي. يا أخي تان هداك الله، أخذناها في التنوين. تا فتحة تن تن تن. ليش تن يا ولدي؟ تا فتحة تن تن. شيخ سحنون شيخ سحنون شيخ سحنون انتبه معي، أنا سأعيدها لك إن شاء الله، ما عندك مشكلة أبدا أبدا. قر عينا إن شاء الله. همزة كسرة تا شدة إت. تا فتحتين تن إتن. التنوين الذي أخذناه في الدرس الخامس. نعم نعم. تا فتحتين تن تا كسرتين تن 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 تا ضمتين تن 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 تن. ما فيها شيء، هو تكرار، ولكن لمن يراجع ومن يذاكر. صح ولا لا؟ صح. الذي يراجع خلاص ما عنده مشكلة.
حمزة كسرة أعد مرة أخرى كأنك لم تقرأ شيئا. نعم. من البداية تفضل. حمزة كسرة تا شتا إيد. نعم. تا فتحة تن. أيوة كده ممتاز. إتن. إتن. رائع. هات التي بعدها. حمزة كسرة حمزة كسرة شدة إيد. تا كسرة تن تن. إتن. حمزة كسرة شدة إيد. تا ضمة تن تن إيد تن. نعم. شكرا وبارك الله فيك الشيخ لقمان. نعم. تفضل. حمزة ضمة شدة أود. ممتاز. تا فتحة تن تن أود تن. رائع. حمزة ضمة شدة أود. تا كسرة تن تن أود تن. شكرا. حمزة ضمة شدة أود. يا سلام. تا ضمة تن تن. نعم. تن. أود تن. أود تن. ممتاز. ها. شكرا. الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله تفضل. عرفت يا شيخ عبد الله من أين وصلنا؟ إلى السائد. أحسنت تفضل. إلى الثاء صحيح. حمزة فتحة س. خلطت بينهما صلاة هذه. حمزة فتحة ث شدة أث 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 أث. لا 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 ليست أث. أث 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 نصف الحرف. أث أث ثاء. لا لا شيخ عبد الله. أث 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 مثل أت أت أب. أث لا الميكروفون بطارية انتهت. طيب خذ معي. أث. لا لا شيخ عبد الله لا تضغط لا تقول اث. لا لا اث اث اث, أث. اي اث اي نعم اث صح. ثا فتحة ث ث ث ث فتحة ث اس. احسنت. حمزة فتحة ت. لا ث ث ث انت مع الث. همزة فتحة ثا شدة أث ثا كسرة تين ثن أث ثن. رأيتها؟ شيخ عبد الله. شيخ عبد الله يا شيخ عبد الله تفضل معي. هذه هل تراها جيدا؟ ايوه ان شاء الله. طيب تفضل هنا اقرا على اللوحه تفضل. اس همزه اس همزه فتحه تا همزه فتحه ثا ثا همزه فتحه ثا شد اس. لا ليست اف 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 نصف الحرف. اث 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 اس اث اس. لا لا اث اس اث اث اس أف أف أس. أنت تضغط أف أس أس أف أس سك مثل السكون. أف أس أيوة نعم أس نعم اللي بعده أس ثا فتحة ثا ثا فتحة ثا أس صح. هات اللي بعده. همزة أس همزة فتحة ثا شدة أس. نعم. ثا فتحة ثا ضمة. ليه 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 ثا كسرة. ثا كسرة ثي. نعم. أس ثي. صحة اللي بعدها. همزة همزة فتحة ثا همزة فتحة ثا
شد أس أف أس نعم ساف ساد دم سو أسو 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 شكرا شكرا الشيخ شمس تفضل الهمزة المكسورة مع الفتحة والكسرة والضمة تفضل همزة كسرة سا شد إذ ثا فتحة ثا إذ ثا همزة كسرة سا شد إذ إف إف ثي كسرة ثي لا ثا ذا تبقى كما هي على ذا كسرة ثي نعم إذ ثي صحيح همزة سس همزة كسرة ثا شد 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 إي إف شد إث إف ثا ثا ضم ثو إث ثو شكرا شكرا تعطي للشيخ صحيبا صحيبي سيدي أو الشيخ حسين حمزة ضمة حمزة حمزة ضمة همزة حمزة لا حمزة لا حم هم هم حمزة ضمة سا شد سد أس صح ماشي سا 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 فتحة سا أس سا صح حمزة حمزة ضمة سا شد شد أس سا سا كسرسي سا كسرسي أسي صح حمزة حمزة ضمة 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 شد شد أس حمزة ضمة فا شد حمزة ضمة سا شد أس نعم سا ضمة سو أس أس أثو أثو شكرا يا ذا الكفل تفضل همزة دم همزة دم ثا لا لا هي همزة فتحة لأن هو انتهى من الهمزة المضمومة ودخلنا على الهمزة المفتوحة مع التنوين أثن أثن هل رأيتها همزة فتحة ثا شد أت صح افضل من قرأها تفضل ثا فتحت ثن الثن الثن صح اكمل همزة فتح ثا دم همزة همزة دم ثا شد أث همزة فتحة ما عندنا ضمة همزة فتحة ثا شد أث همزة كسرة ثن أثن هذه أليس كذلك؟ بلى همزة دم ثا سد أث شد 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 أث إيه فتحة يلا أعد أعد يا ثا همزة فتحة ثا شد أث همزة فتحة همزة فتحة ثا شد أث 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 نعم ثا كسرة تن تن ثن ثا كسرة تن ثن أثن 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 هات التي بعدها همز همزة فتحة همزة فتح همزة فتحة ثا همز همزة فتحة ثا 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 همزة فتحة ثا شد أت نعم ثا ثا دم ثا دم تنثن نعم الثن نعم شكرا لك شكرا لك أحبائي نحن اليوم نريد إن شاء الله تعالى أن ننتهي من هذا الدرس ومن الدرس الذي بعده إذا أنهينا هذه الدروس بقي ثلاثة دروس معنا
فربما يكون الاختبار غدا، فرجاء تراجعون جيدا. الأمر سهل معك سيدي، وبعضكم ما شاء الله تبارك الله هنا يسجل معه الجوال وسجل المحاضرة يعني كاملة. الأخ محمد ناصر، الأخ عبد الحفيظ يسجلون، يعني ما يتعذر شخص ويقول أنا ليس عندي لابتوب الآن، لا، معك الآن جوال، صح ولا لا؟ هذا الجوال يمكن أن تصور به المحاضرة أو التدريب ثم ترجع إلى بيتك وتراجع. يفهمون عني؟ ها؟ من يستطيع أن يترجم؟ شيخ أحمد تستطيع أن تترجم له؟ شيخ محمد مرجع. Syekh kata insyaAllah hari ni kita nak perhabis apa mana kita baca tadi, dan juga nak sambung pelajaran baru. Nak we habis, lepas tu we tinggal tiga pelajaran yang nak sambung esok. Dan kalau habis esok insyaAllah, kalau boleh yang nak periksa, ya periksa selalu. Lepas tu tambihat ataupun peringatan bagi fok kita, dia kata kalaulah kita nak murajaah, kita tak ada laptop, tak ada komputer, kita takat dengan Jawa. Tak kiralah cara bentuk mana-mana pun, kita tasjil learning, tanya pelajar-pelajar tak apa, dia pandai agak bubuh dalam bubuh ke apa panggil, malas dia dah. Komun on gidi terosak boleh juga di Jawa, tapi terosak hak molek sikit lah. Kalau hak 330 tak boleh. Maka situlah dia kata kalau nak Quran kata tak boleh baca, tak boleh nak merajaah, tak boleh. Dengan sebab dia kata insyaAllah kalau tak kebuat tag apa esok, dia nak ketibal lalu. Syukran gazilan. Barakallah. همزة كسرة ثاء شداء إف ثاء فتحة تين ثن إف ثن همزة كسرة ثاء شداء إف دون ضغط إف ثاء كسرة تين ثن إفن همزة كسرة ثاء شداء إف ثاء ضمة ثن إفن فتح الله عليك. ممتاز شيخ إبراهيم تفضل. احنا وين وصلنا إلى هنا صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تفضل ابدأ هذه، هات لي هذه، تراها جيدا يا شيخ إبراهيم، تفضل. أؤشر لك، تفضل. حمزة ضمة فا شدة، حمزة ضمة شا سدة أوف. طب أعد مرة أخرى. حمزة فتحة. حمزة ضمة فا شدة أوف. فا. حمزة ضمة فا شدة. حمزة ضمة فا شدة أوف. نعم، أين هي؟ ثا فتحة ثن صح أثن صحيح. التي بعدها حمزة ضمة ثا شدة أث صحيح. كسرة ثن إيش اللي كسرتين؟ إيش اللي كسرتين؟ وين؟ ثا كسرة ثا كسرة ثن نعم أثن فتح الله عليك. التي بعدها حمزة ضمة ثا شدة شدة ليست شدة، الشدة هي التعامل بشدة، أما الشدة تضعيف الحرف، إنسان شديد، إنما هذه شدة. حمزة ضمة ثا حمزة ضمة ثا شدة أث نعم ثا ضمة تنصن أثن. شكرا شكرا جزاك الله خير، تفضل. أود أن تغلق الصوت ممكن؟ علشان نسأل صفصل على الله يبارك.
عشر تدريبات على الشدة ماذا؟ لا نائمون تدريبات على الشدة با ضم را شد بر را كسراري بري زا فتح زا بري زا صعبة سهلة أس الأول نقرأ الحرف مع الشدة ثم مع الحركة ترجم له ما حتى توضح نقرأ الحرف أولا مع الشدة يعني مثلا احنا قلنا ايش با ضم را شد شيخ kata mula-mula sekali baca huruf dengan syaddah ثم بعد ذلك با كسراري lepas tu dia suruh baca huruf yang kedua tu dengan harakat ya مع الحركة بري زا فتحة زا بري زا واضح المثال الثاني عندنا صفحة ونصف الصفحة حا ضم صاد شد حص أعد هذا نون أعد بقوة ونشاط حا ضم صاد شد حص صاد كسراصي حصي لام فتحة لا حصي لا صاد فتحة دال شد صد 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 دون قلقلة ما في قلقلة ممنوع صد صد نصف الحرف صد 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 دال فتحة دا في هذه المرة نأتي بالحرف كاملا صد دا مفهوم مفهوم ما مفهوم أسمع كلمة نعم مفهوم قاف فتحة قا نوم قاف فتحة قا صد صدق عين فتحة دال شد عد عين فتحة دال شد عد نصف الحرف دال فتحة دا عد دا دال فتحة دا عد دا عد دا واضح جدا جدا طيب يا أخي جزاك الله خيرا قاف فتحة دال شد قد 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 دون قلقلة أيوة نعم دال فتحة دا دال فتحة دا قد دا را فتحة را قد دارا ما شاء الله كاف فتحة ذال شد كذ 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 ذال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب الشيخ صاحب اقرأ لي هذه الكلمة صحيح اكمل نع نع عين ع نعم نع ممتاز نعم أشكرك
الشيخ أحمد الفجري تفضل. يا فتحة يا ذا ضمه نون يا ذا ضمه نون شد ذن نون ضمه نو يا ذن يا ظن يا ظن ها فيها شدة أصلا يا ظن يا ظن يا سلام عليك شكرا وأحسنت وأجدت جزاكم الله يا فتحة يا يا فتحة يا يا فتحة يا يا فتحة يا حا ضم ضاد شد حض هل يصح أن أرجع إلى بداية الكلمة؟ هل يصح أن أقول يا حض؟ هل يصح؟ لا. لماذا؟ لم يكتمل الحرف هنا، لم يكتمل الحرف هنا، فلا بد وأن نأتي بالضمة مع الحرف، خطوتان هنا لقراءة الحرف، أن نقرأه أولا مع الشدة ثم نقرأه مع الحركة أيا كانت، ضمة فتحة كسرة، ما ليس مع الضمة فقط، فالأمر ليس مقصورا على الضمة. ها ضاد ضماط يحض يحض يحض. لا، أرى بعض الناس نيام في الخلف. يحض 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 يحض. نعم. جيم فتحة نون شدة جن نون فتحة ناء نون فتحة ناء جنة جنة تاء كسرة تين تين جنة جنة ذا الفتحة ذا ولا هذه مشددة الراء التي بعدها مشددة ذا الفتحة راء شدة ذر 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 را فتحة را ذر تا كسرة تين تين ذرة تين اخلب للصفحة يا شباب. قاف ضم واو شد قو وليش هذه ايش هذه قاف ايش ايش اللي بعدها قو 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 واو فتحة واو فتحة قوة تا كسرة تين تين تا كسرة تين تين قوة تين قوة تين قوة تين قوة تين كرة تين كرة تين سعرت سعرت قدم قدمت قدمت إخوان لو سمحتم اللي معه جوال يغلقه قدمت قدمت اللي بعدها ايش هذه كذبت. احسنتم اقرا اقرا كذبت ها زوجت لا زوجت زوجت
سجئ يا سلام سجرت 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 لماذا ايش هذه فجرت هذه ايش هذه ايش هذه ايش طب ممكن ان نقوم بهجائها معا كاف ضم واو شداكم كاف ضم واو شداكم كو كو واو كسراوي واو كسراوي ها كوي كوي ها را فتحه تا شدارت را فتحه تا شدارت ها ايش سكون تسكون صح را فتحه تا سكون رت را فتحه سكون كوي رت تا فتحة طا شدة طط تا فتحة طا تا طا لام كسرالي تطالي عين ضماعو اسمه ايش متأكدون احسنتم اللي بعدها تحدث 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 تضمت ح فتح د شد حد د كسرى د تحدي ث ضمث تحدث نعم هذه الكلمة على فكرة ليست مع هذه هذه لحالة هذه هم البينة الحالة هذه الكلمة الحالة نيسر أسمعها بشدة هيا أسمع أسمع نيسر 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 نضمن يا فتح سين شد يس يا فتح سين شد يس سين كسراسي سين كسراسي نيسي نيسي را ضمار را ضمار نيسر 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 نعم فسنيسره هو جاء بالفعل دون الفاء فسنيسره أخذ منها الكلمة هم البينة ها ضماه ها ضماه ميم ضم لام سكون مل ميم ضم لام سكون مل هم ال با فتحة يا شد بي يا كسراي هم البي نون فتحانا تا ضماتو هم البينة هم البينة قاف فتحة يا شد قي يا كسراي قي ميم فتحة ما ها قيما ها صح أكمل في صوت واحد ماذا ماذا قيمة ماذا قيمة عين فتحة عين فتحة لا شي 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 يا فتحة يا فتحة شي نعم تا فتحتين تن
عشيةً عشيةً أو ضحاها عشيةً أو ضحاها. أيوة الله يفتح عليكم. ها طيب قم الذي قال مذكر هذا من القائل؟ صاحب. طيب تفضل. ها ذال ذال نعم مذكي صح را ضمتين مذكي أي مذكر مذا نعم مذكر أحسنت إحدى الأخوات هذه الكلمة افصل قليلا الصوت اسمع
ليست هناك مشكلة. نعم حبيب قلبي تفضل. فيها ألف صغيرة، فيها ألف صغيرة، فتحة وألف صغيرة. أنا أجيك المولك. أنا والله هم في العلماء في المصاحف تركوها على حالها دون تغيير، تركوها كما هي، غيروا في جميع الكلمات وكتبوا الناقص فيها حسب النطق، وتركوا لفظ الجلالة على ما هو عليه. لماذا؟ لأنه معروف. الطفل الصغير يقول الله، صح ولا لا؟ حتى الوليد يمكن أن يولد يقول الله، صح ولا لا؟ لفظ الجلالة مغروس في النفوس فلا يحتاج، فتركوه كما هو معروف. لكن مثلا والنازعات، ما لا يعرفون، والناشطة، فوضعوها. فهمت هذه؟ مفهومة؟ هو أمر يتعلق يعني باحترام ذات الله سبحانه وتعالى واحترام اسمه سبحانه وتعالى وتقديسه، شيء آخر. معي حضرتك؟ فلذلك لم يضعوها في المصاحف، وإنما نحن وضعناها في القاعدة النورانية، أو وضعها الشيخ. لماذا؟ لأجل الأطفال. الطفل عندما يقوم بهجائها يتعرف عليها. ولذلك أنا أقول لك، هات للدرس الأخير لو تسمح، كلكم نعسانين ها؟ خمسة؟ خلاص ما تجيب شيء، ما تجيب شيء، خلاص خلي سيف سيف كذا كما أنت. تا فتحة تا، صاد فتحة دال شدة صد، دال فتحة ألف صغيرة دا، تصدى تصدى. هذه مثلها أختها صح؟ تزكى. من يقوم بقراءتها؟ شيخ محمد الطيب. ايه فيها مشكلة؟ واضحة؟ من تفضل. فيها بعض الكلمات غير واضحة لكن مش اشكال، عندك موجود في الكتاب. تفضل تفضل. تا فتحة تا، زا فتحة كاف شد زك، يا سلام. كافة ألف صغيرة ك، تزكى. تولى، ولى. توابا، توابا. ثجاجا، ثجاجا. غساقا، غساقا. فعال، فعال. كذابا، كذابا. وهاجا، وهاجا. خلي بالك من هذه، انتبه جيدا لها، هذه مشددة. وها 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 وهاجا، ممددة مكرمة مطهرة، والسماء Yeah.
واو فتحة سين شدة وس واو فتحة سين شدة وس سين فتحة س سين فتحة س وس وس ميم فتحة ألف مد ما ميم فتحة ألف مد ما والسماء والسماء همزة كسراء همزة كسراء والسماء واو فتحة تا شدة ود واو فتحة تا شدة ود تا فتحة تا ود تا را فتحة ألف مد را همزة كسراء والتراء با كسراء بي والترائب من يقوم بهذه والناشطات من يقوم بهجائها شيخ محمد تفضل تفضل شيخ محمد ما شاء الله عليك انا طيب تفضل تفضل ما دمت انت يعني واو فتح نون شد ون نون فتح ألف صغيرنا لا يفتح عليك صح خلاص ونا من بداية هذا المقطع أنت تعرف كيف تقرأ ما شاء الله صح أكمل أكمل شين كسر شي نعم وناشي يا سلام يا رائع ما شاء الله ما شاء الله أكمل ضا فتح ألف صغيرة ضا نعم والناشطة تا كسرتي والناشطات الله يفتح عليك الله يفتح عليك وتصفيقة أمين. حارة للدكتور أمين. محمد الطيب رائع رائع شيخ عبد الحفيظ والنازعات لازم واو فتحة نون شدة ون نعم نون فتحة ألف صغيرة نا حسن ون يا سلام زا كسرى زي ون زي عين صح عين فتحة ألف صغيرة ع ون زي ع تا كسراتي ون زعاتي فتح الله عليك ونفع الله بك واو فتحة سين شدة وس سين فتحة ألف صغيرة سا با كسرى بي والسابي حا فتحة ألف صغيرة حا والسابحة تا كسراتي والسابحات فا فتحة سين شدة فس سين فتحة ألف سكون سا فسا با كسرى بي فالسابي قاف فتحة ألف صغيرة قا فالسابقة تا كسراتي فالسابقات فا فتحة لام سكون فل ميم ضمام فالمو دال فتحة با شدة دب با كسرى بي فالمدبي را فتحة ألف صغيرة را فالمدبرا
كسرات فالمدبرات تا ضم باسكون تب لام فتح سين شد لس عندنا توب إلى الألف المقصورة مع ألف الوصل مع اللام الشمسية الثلاثة اشطب صح؟ توبيلس لا أنا ما بعيد أنا بوضح فقط لس 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 سين فتحة س توبيلس را فتحة ألف مت را توبي للسراء همزة كسراء توبي للسراء را ضمار توبي للسراء ففتح ف ميم فتحها شدامه ها كسراه فمهي فمهي لام كسرة لام سكون لل فمهي لل كاف فتحة ألف صغيرة كا فمهل الكاء فكسر في فمهل الكاف را كسر يسكن ري فمهل الكافري نون فتحنا فمهل الكافرين فمهل الكافرين بالخنس الجواري الشيخ محمد ناصر هجيها لو سمحت يعني كلمة في هذه الصفحة وهناك كلمة في الصفحة التالية عندك في الكتاب بالخنس الجواري الكنس أجيك أجيك أوليك آخر كلمة هنا مع هنا يعني هي تنتهي هنا فهمتها؟ واضحة؟ يلا بقي فقط كلمتان آخر بالخنس الجواري بعد اهدنا الصراط المستقيم يعني قلت على اهدنا الصراط المستقيم إن شاء الله خلاص خلاص يا هيا بسرعة وأنا أنا أجي بكسر لام سكون بيل احسنت خادمانون شد خن نعم بيل خن لا 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 هات الكلمة كاملة هات الحرف بقي نون فتحانا نون فتحة بيل خن صح في فتحة يا غير واضحة عندي لكن هي فتحة ولا ايه؟ نعم نون مشددة مفتوحة نون با كسرة لام من البداية من البداية نعم يلا مع بعض أنا وأنت يلا با كسرة لام سكون بيل صح خادم نون شد خادم نون شد خن صح نون فتحنا بالخن بالخن صح يلا سين كسر لام سكون سيل سيل صح سيل اكمل جاء جيم بالخن سيل احسن جيم فتح جاء صح بالخن سيل جاء احسن وفتح لسكون و واو
واو فتحة ألف سكون و واو فتحة ألف سكون و بالكنس الجوا 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 ركب را كسر لام سكون ريل 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 اتفضل أكل كاف سكون كاف سكون أي كاف دمة كاف دمة كاف ضم كاف ضمانون شد كوس كن كاف ضمانون شد كن كاف ضمانون شد كن كاف ضمانون شد كن نعم نون فتحنا نعم سين كسر سين كسر سي اقرا الكلمه كاملة بالكنس الجوار الكنس 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 ان شاء الله عليكم. طب اسمعوا من الجميع بالخنس اسمعوا هيا يا شباب اقرا الايه ها بالخنس الجواء والله فشلتوني مع الشيخ نظارتي عندك يا شيخ محمد انا ما شايف شيء نعيدها مره ثانيه بالخنس الجواري هيا يا شباب بالخنس الجوار الكنس في صوت واحد أعيد هيا بالخنس الجوار الكنس أعد بالخنس الجوار الكنس أحسن همزة كسرها سكون إيه لماذا قلنا إيه إيه ها نعم الحرف الثالث مكسور يه دي 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 صح سنتي شكرا لك همزة كسرها سكون إيه دال كسرادي اهدي مش اهدي اهدي سلام نون فتحة صاد شد نص صاد كسراصي اهدي نصي اهدي نصي را فتحة ألف صغيرة را اهدنا الصرا طا فتحة لام سكون طل اهدنا الصراط ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا قاف كسرة يا سكون قي ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم أنا كنت ألعب بس مع الشيخ بقوية دول تهلكوني ده أتعوى هكي لواسكي جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك وأثابكم الله على تعبكم شيخ أسأل الله لكم إن شاء الله قبول أعمالكم إن شاء الله اللهم آمين lewat sikit eh pelapai anak puluh anak dah minta maaf insyaallah kerana syekh nak we happy dars apabila mula dan we happy bot dah insyaallah klik baca dan melihat di esok tu boleh syekh nak
Periksa kita dah sore-sore sebab hari esok ke tu tak boleh dia tak derah nak periksa. Nah. Maka wabillahi taufik bakat kita murajaah kita jumpa esok 8:30 insya-Allah. Yakuna al-ikhtibar ghadan. خلاص بالتاكيد اذا احسن ان شاء الله. الان دخلنا على الدرس الرابع عشر. خلاص. بقى الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر باقي دروس صغيره. اسا له بس اختبار الدرس الرابع عشر والخامس عشر نعم ما نمشي اسا اختبارنا الدرس هذا الدرس الرابع عشر بسيط بقى بلا اسا له يعتبر نصف صفحه اريد الدرس الخامس عشر لو تسمح تengok tengok tengok saja اسا الدرس الخامس عشر تدريب رابع عشر ان شاء الله الدرس السادس عشر الدرس الاخير هذا مراجعه اصلا كل يوم مر علينا ان اعطيناك سهله ما في اخر مراجعه jadi اخي kau mudah kau merajah bagi tambik dah dah aduh terima kasih semua wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh